تصير تعاطيك مع بعض الأحداث السياسية اللي تصير سواء كان على مستوى البيت أو على مستوى السياسي العام. يعني والله إحنا مثل ما قلت لك نشأنا في بيت سياسي باعتبار الوالد الله يرحمه حقيقة كان مرجع لكثير من الناس، وكان ديواننا مفتوح طوال أيام الأسبوع، والناس من كل جهات الكويت كانت تأتي للديوان للتشاور والزيارات وكثير من الأماكن، كثير من القضايا. لذلك يعني لو نأتي لمسلم البراك، مسلم البراك نشأ في هذا الجو. مسلم البراك طبعا للسادة المشاهدين ولد أخوك. ولد أخوي، نعم، ولد محمد، ولد محمد، الوالد محمد. فمسلم أنا أكبر منه بسنة، فكنا يعني أصدقاء، أنا عمه لكن أكبر منه بسنة، وكنا أصدقاء، كنا نعيش في نفس الغرفة في البيت يعني في ونشأنا في هذه الأجواء الانتخابية، وكنا نتابعها على مدى السنين.